هنلعب لعبه جديده خالص. طبعا ايه احنا مش احنا بنتلكك عشان نسمعكم انتوا بتغنوا. فانا هقول اسئله عاديه جدا بس الاجابه تبقى باغنيه. ايه احب اكله ليكي؟ بسبوسه بسبوسه بدي يا دوسه يا بوسه شايله البسبوسه وبحبها ودي كبرتي وبقيتي عروسه. بسبوسه بسبوسه بدي يا دوسه يا دوسه بسبوسه وبحبها ودي كبرتي وبقيتي عروسه. أكلة ليكي أغنية فيها أكل. الراجل ده هيجنني هيجنني منطقة في مصر عايزة تروحيها؟ الأقصر بلدنا بلد سماها للأجانب بتتوسع وكل أبواب المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سماها للأجانب بتتوسع وكل أبواب المروح بتبقى مش عايزة تروح. يعني إن جدا في ال طيب ايه اجمل ملامح بتحبوها في الراجل او الست؟ اسمر يا اسمراني مين نسك عليا لو مرد وراوات مرد الليلية. اسمر يا اسمراني مين نسك عليا جميلة. حضرتك ايه الملامح؟ على رمش عيونها قابل لي هوا طرق لي مني وقلبي هوا. على رمش عيونها قابل لي هوا طرق لي مني وقلبي هوا. وانا ياللي كنت طبيب الهوا من اجل العشق ببيع الدوا. وانا ياللي كنت طبيب الهوا من اجل العشق ببيع الدوا. Yeah.
خدود العطاش في ليلة مطر للتردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.